بقينا في قسم ثالث هو المحرم، وهي الجراحة التجميلية إذا كان مبناها على مجرد طلب كمال الجمال والتحسين فقط، ليس ثمة ضرورة تدعو لها وليس ثمة حاجة تقتضيها، وإنما هو لمجرد الجمال وزيادة الحسن، فهذه الجراحة محرمة لعظم الضرر في هذه الجراحة، فإنه قد يترتب عليها التخدير الكلي وفيه من الأضرار والمخاطر ما فيه، وقد يترتب عليها انكشاف عورة المرأة أمام الأطباء لمجرد طلب أمر كمالي تحسيني، ليس ثمة ضرورة ولا حاجة، وهذه كلها مضار، مضار، ويترتب عليها قطع وشرط، وكل ذلك من المضار التي لا يجوز أن يتعرض الأطباء لأحد من الناس بها إلا إذا كان الداعي لها الضرورة أو الحاجة الملحة. أفهمتم هذا؟ فكم صارت الأحوال يا فهد؟ ثلاثة أحوال. إذا كان داعيها الضرورة فيجوز للضرورة، وإن كان داعيها الحاجة الملحة فيجوز، وإن كان داعيها الجمال وزيادة التحسين فمحرم. مثلنا على الضرورة والحاجة الملحة، ليس كذلك؟ طيب، نريد مثالا على القسم الثالث. قالوا كإعادة رونق الوجه وإزالة مظاهر الشيخوخة، فإن من النساء من إذا شاخ وجهها فإنها تحتاج إلى إعادة شبابها ونضارتها، فتعمد إلى عمليات التجميل حتى تعيد نظارة وجهها وتذهب عنها علامات الشيخوخة، وهذه العمليات الخبيثة بمعنى القسم الثالث تخرج المرأة ذات الثمانين سنة كأنها ابنة لا عشرين، عاد صغرت شوي، أربعين مقبولة، يعني كأنها بنت الأربعين، ليس فيها شيء من علامات الشيخوخة أبدا. لكن سبحان الله، هذه العمليات التجميلية إنما تكون في موضع نظر الغير، وإنما هي في محط الوجه وفي محط اليد إلى المرفق وفي محط الكتف، يعني في موضع نظر الناس غالبا، لكن متى ما أزيلت الستر وذهبت الحجب ترى الفضائح التي تغمض عينيك من أجلها.